السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الف مرحبا حق مشاهدينا اللي دائما ما يحرصون على متابعتنا في الراي وبرنامج رايكم شباب هذا نايس ويكند يعني ان شاء الله تستمتعون ب اجازه حلوه وسعيده واحنا خلاص ما يصير نقول سبت احد اثنين ثلاثه اربعه خميس نقول سبت احد اثنين ثلاثه اربعه رابع صقر <applause> يمعه الحمد لله على السلامه اسرار الله يسلمك صالح مساء الخير مشاهدينا في حلقه اخر يوم في الاسبوع راح فيكم لكم في هذه الحلقه اليوم عندنا فقرات كثيره ومتنوعه ايش راح يكون عندنا صالح يكون عندنا وايد اشياء وايد يعني فقرات متنوعه ومختلفه وانتم يعني حطوا بالكم على نفسكم وطالعونا لان احنا راح نقدم لكم اليوم اشياء مختلفه مثل ما تعودتوا في برنامج رايكم شباب، في البدايه قبل لا ندخل في في فقرات ابي اسلم على يعني ربعنا من المملكه العربيه السعوديه معنا في الاستوديو المصور الفوتوغرافي الشهير محمد المنسف وزوجته المصوره الرائعه هاجر المنسف وعيالهم الحلوين الما وعبد العزيز وتركي احلى تحيه لهم اكيد موجودين معنا اليوم في الاستوديو مشرفينا منورينا من, من السعوديه تحياتنا اكيد لكل مشاهدينا في المملكه العربيه السعوديه لان انا متاكد ان هم كثار صحيح وايد يتابعونا الله يحفظهم موضوع الحلقه هاشتاج الحلقه ببتدي معاكم كذي على طول اشتاق يقول سلفني باشر اردهم ايش فش الموضوع الموضوع ايش رايك او ايش رايك في الرفيج او الصديقه الرفيجه اللي تتسلف منك او منك وتقولك لك يعني بتسلف وارد لك اياهم وتسحب مو بس كذي، في اللي بعد النمونه الغير اللي شوي اكشخ، اللي بالمطعم ومن يصير حزه الدفع يا كرم السامع يروح التواليت التواليت او <توالت> انه آه والله البوك بالسياره دفعوا وانا بعد شوي اعطيكم، هذا النمونه من الناس آه شو ممكن انتم تتصرفون آه معاهم رده الفعل، انا انا الامانه ما مر علي ولا مره احد تسلف مني او خذ مني، حتى في المطاعم وغيره من هذه الامور مع رفيقاتي وشي يعني عادي حتى اذا واحده نقصها قصرها ما عندنا مشكلة في هذا الموضوع ولا عندنا رجعي إياهم بعدين ولا يصير في بالي إذا كنت أنا مفلسة أعترف <applause> <applause> إذا كنت مفلسة وهي ودها هي نازل معاشها ودها أن نطلع نتغدى ولا نتعشى ولا أين كان أقولها عزميني عزميني سلف لا عزميني أوكي <applause> أنا سمعت محمود بوشهري بمسلسل <applause> حال من مناير حال مناير سلف أوكي <applause> فلا الموضوع هذا ما مر علي أنا شوفي هو طبعا على حسب العلاقه اللي تكون تجمع بين الصديقين او الصديقتين او الاصدقاء بشكل عام بمعنى ان في ناس ممكن يسمح للعلاقه في انه ما يكون في بينهم سلفة سلف واعطيك واعطيك لا يكون البساط احمدي مثل ما نقول وفي نوعيه اخرى من العلاقات لا ان كل واحد يدفع حسابه انا بالنسبه لي بتكلم صراحه اكره السلف بصراحه يعني ما ادري ليش يمكن تسلف أنا طريقة ولا تتسلف تكره ما احب احد يتسلف مني ولا اسلف احد والله العظيم صدق قناعه لأنك تنسى أنا يعني مو لاني انسى صح. ما احب يعني احس ان انا ضد هذا المبدا اقول لك على شغله يمكن هذا شيء غلط ترى هو يعني دينيا اجتماعيا سلف عادي أي. اوكي يعني مو مو حرام صحيح. يعني عادي صحيح. حلال آه انا ما احب احد يتسلف اصلا يعني ما احب احد يطلب مني سلف اكره العاده واذا احد من ربعي طلب مني ابتعد عنه ما كلمه مره ثانيه والله لا شوف انا اشوفها هو نوع من الاستثمار يعني اذا خواتي ولا اي احد ما عندي مشكله أه قصارها ولا هذا ما عندي مشكله بس خل من بعدين يخلص معاشي اتذكر منو انا سلفت من خواتي إيه فيصير هني نوع من الاستثمار ادخار لي الفلوس بس بجيب بغيرك لا انا ما احب ما ادري ليش ما احب مبدا السلف انا يعني ما بيننا مثلا لا قل لي عطني لا تقول لي سلف يعني اعطيك وترد لي وكذي ما احب هال... ما احب هالمبدا أوكي. اقول لك تناقض هو في في برج طاير <applause> بس ان انا ما احب احد يعني انا لما لمقيلة... يعني انا عندي ربع ربع عمري <applause> يعني اصدقاء عمري اذا هو طلب مني شغله انا اعطيه من غير سلف صح بس انا ما احب الربع اللي يقول تعال عطني 500 دينار ولا ألف ورد لك اياهم باكر ولا عقب باتشر ولا الاسبوع الجاي <applause> ما ادري ما احب وهم اشوف على على نوعيه العلاقه وانا انا كنفسي انا مستحيل يعني يعني اطلب سلف هو اوكي بالنهايه على حسب الاحتياجات لا صحيح. ولا اللي يطلب سلف عاد عشان اللي تبي تسافر ولا اللي تبي تشتري جنطه صحيح. نعم يعني اوكي انا ممكن اعطي مبلغ اذا كان الشخص بحاجه او بازمه ماليه صحيح اما سالفه المطاعم لا انا عاد ما بيني وبين ربعي عادي تكون دائما شيرنج يعني صحيح شوف هو ساعات تصير المواقف هذه من دون ما الواحد يحس فيها او ساعات صدق يكون هو مثل ما انت قلت في ضيقه ويبي انه هو يتسلف من صاحبه ولا غيره من هذه الامور مم. انا اشوف شيء طبيعي وما احس ان الموضوع يعني كبير لانه عادي موضوع جدا عادي في ناس شوف في ناس ما عندها مانع انها هي تسلف بس بشرط انه والله خلي يكون في بيني وبينك ورقه عشان تثبت حقي وتثبت انت هم آه حقك، هني اللي جاي يتسلف تلقاه انه هو يكش شنو مواثق فيني يصير موضوع كذي عند عند عندي يعني رفيجه ولا غيره من هذه الامور، تحس انه يصير رده الفعل لا هذا اكيد مو واثق فيني زين هو واثق فيك لهالدرجه انه هو قاعد يعطيك الثقه ما يبي يروح له مثلا محامي ولا غيره من هذه الامور خليها بينكم تتسلف منه ما عنده مشكله ترجع لها بعدين انا احس الموضوع عادي. صح انت في مره احد سلف منك؟ لا بس يمكن خواتي باش دانيال شوكينا آه حق إيه مطعم حق جاك ايه لا هذه مواضيع عاديه بس لا ساعات في لا ناس يصير يطلب منك مبلغ يعني مالي لا وقدره مبلغ من وقدره لا حسره ما عندي انا اي ترى ما عندنا ها وصلت احنا ترى ما عندنا ما عندنا فلوس انا واسرار امكانياتنا على قدنا هذا اول شيء اول ما مثلا اي وحده تدش علي اطلب منك طلب سلف ما عندي هذا اول شيء اول شيء تعطيه اياه بس اتوقع موضوع المطاعم لا عاديه حتى لو انحطيت بهالموقف إن كان مثلا وحدة من م... مثلا مو قريبة مني حيل أه صار إن هي ما عندها ولا سجن ناس يعني هم أنا ما ما أحط بذمتي إن هي متعمدة إنها هي تنسى أبوكها أيه. أنا بقول لك سالفة عادي يعرف نفسه ولا ما يعرف نفسه أنا عادي كان زين يعرف نفسه واحد <applause> من ربعي أوكي هو من ربعي يعني مو حيل كلوز يعني, <applause> يعني عادي أوكي. إحنا نقعد بالقهوة يعني قهوة يعني مثلا بعد الساعة 12 أو تيفر قهوة شباب فهو ترى الكنترول اليوم مشكلة وين ضحكونا اليوم <applause> عبد الحميد وساره وكلهم طبعا احنا تحيه لهم يعطيهم العافيه على كل شيء بس هم يرسمون الابتسامه فينا يعني فان شاء الله الكل يبتسم، المهم السالفه تقول انه واحد منهم يقعد في القهوه 24 ساعه يعزم بربعه. اوكي 24 ساعه فانا بنفسي اقول ما شاء الله شو الامكانيات يعني صحيح. اللي الطاوله علي الطاوله علي الطاوله يعني علي. علي. الاخ جاي لي بعد 10 ايام تقريبا شافني تحت في الباركينج، يقول لي صالح عندك سلف مبلغ كذي يعني مبلغ وقدره أوكي. انا عاد ما استحيت منه قلت له الحين انت كل يوم هالعزايم حق ربعك وما دام يعني انت واصل يكون العزايم سلف ما تدري ما, انا هذا أه اللي بدي اشك فيه شو انت تبي تعزمهم على حسابي؟ يعني, <applause> يعني انت تبي تعطيهم على حسابي؟ كان يقول لي لا وما لا انا لاني محتاج وما ادري شنو من هالكلام كان اقول له انا ترى في عندي مشكله ان انا ما احب ما اعرف اقول لا يعني انا ما اعرف اقول لا اقول ان شاء الله يا الزق اللي يا يعني صار اسبوع كرهني حياتي كنا انا المتسلف منه حنا من الحنا لو تشوفين <applause> المسجات والواتسابات انا اللي متسلف يعني الدليل انا اللي متسلف بعدين عاد يعني عاد انا يعني العادات والتقاليد الخاصه فيني بلوك وديليت والسوالف هذه كلها والله لا مو لهالدرجه لا لا, لها لا, لها لا لا لهالدرجه لا لا مو لهالدرجه يعني عادي حتى لو كان موضوع حنا ولا انت ما عندك ولا قصرت على عمرك يعني اذا شفت شيء خلاص يبقى عطى يعني تحس انه كف الشر عنك لا طبعا لا انا ما راح اعطي وفتك لا انا بالنسبه لي هذه خساره يعني خساره مبدا يعني ان انا ما اخلي احد يستغلني ارجع اقول لك مره ثانيه انا يمكن في ناس وايد يقولون لا هو يمكن ممكن في ناس ينظرون أنها بخل او ينظرون ان هي يعني وايد تاف لا انا ما ادري يمكن طريقه تربيتي صحيح. ان هذا لك وهذا للغير، المفروض انت ما توصل لمرحلة في انك تتسلف، يعني صحيح. تكون مستقبلك، حياتك، وتفر يعني انا حتى البنك عندي انه هذا يعني انا ضد السلفة. ثاني بقول لك إيه. إيه يعني كل كل مجتمعات يعني ضد... متسلفة ماخنة. من البنوك؟ <applause> من البنوك، اي البنوك غير يعني, <تصفيق> أنا... <تصفيق> ما نعرفهم. يعني ما نعرفهم شخصيا، بس انا هم ضد البنك، يعني انا ضد أوكي. ضد القروض. على... على مقدرتك لازم على مقدرتك، تصرف... اي، يعني مثلا خمس سنين م. انت تاخذ قرض عشان تجيب سيارة، مع احترامي طبعا هذا م. كل واحد على إمكانياته. فأنا عندي إن أنا أجمع المبلغ لمدة خمس سنين، ولا يكون في خسارة في إن أنا أرد المبلغ مضاعف. صحيح هو الموضوع ساعات من شخص لشخص ثاني أه ممكن انه هو يكون يفرق عنده هذا المبدا، ساعات في ناس تتقبل ما تتقبل مثل ما انت قلت يعني انا عندي اتقبل موضوع السلف انت لا، فالموضوع تتقبل انا آه اتقبل انا سلف منك بعد الحلقه ما اسلف كاميرا دم سفر ومفزة طبعا انا عندي مشكله ثانيه ان عندي وايد عيب لصبي يتسلف من البنيه، هذا آه عندنا وايد عيب، يعني بنيه تسلف من صباي ممكن صباي من صباي اوكي بنت من بنت اوكي بس صباي ياخذ البنيه الحمد <applause> لله <applause> عيب المهم احنا مكملين باقي فقرات برنامج رايكم شباب وما قلنا لكم من الضيوف عشان نسوي لكم سسبنس وتشويق فستي تون راجع لكم من بعد الفاصل توقيع سر شخصيتي في هذه الفقرة راح نتعرف على شو ممكن أن تعرف شخصية اللي قدامك من خلال توقيع هل بالممكن أن شخ... أي شخص يتعلم هذه المهارة ولا لا مع ضيفتنا في الاستديو صفاء الزقاح وهي محللة خطوط وتواقيع مديرة مساعدة للمرحلة الثانوية بالتعليم الخاص وعضو في الأكاديمية الدولية لتحليل الخط وأيضا مدربة جرافولوجي حياك الله ومساء الخير مساء الورد حياكم الله يسلمكم. الورد. <applause> الله يسلمكم الله يحييك سعداء ان حضرتك موجوده معنا مع اليوم من خلال الراي وبرنامج رايكم شباب الموضوع بالنسبه لي موضوع جدا مشوق اعتقد بالنسبه لي وبالنسبه حق أكيد فينا احنا يعني ممكن نتعرف على شخصيات وامور كثيره من ناحيه التوقيع او شيء احنا قلنا مصطلح ممكن ناس وايد ما يعرفونه اللي هو الجرافولوجي <applause> صحيح <مم>. شنو معناته الجرافولوجي <applause> هو علم تحليل الشخصيه من خلال الكتابه اليدويه من خلال الخط والتوقيع والرسومات يعني نعم. كل ما تكتب الايد من خط طيب هذه كلها ذبذبات دب من المخ هي بصمه، الاصابع هذه بصمه المخ. شنو يقول لك المخ اكتب شنو أنت بتكتبه هذا كله يرسل اشارات عصبيه للاصابع وفيها ذبذبات، دب يتحرك القلم وعلى اساسها يخط ويكتب، وكل حركه في الاحرف والتواقيع والرسومات لها صفه. من الصفات نعم, نعم يعني يمكن الناس وايد تحس ان والله لا صعب ان تعرف الشخصيه سابق قبل هالمره كان نفس الموضوع يعني كنا قاعد يعني نتكلم مع شخصيه هم عندها نفس النوع من المهاره هذه اذكر كنت كاتبه توقيع ووريتها عشان تحللت تقولي هذا مو توقيعك انا كنت يعني اوكي ما راح يعني راح عن بالي ناسيه همزه اذكر كنت او شيء كذي فشوفي شلون مش كثر مهم والناس اللي قدامك ممكن هم يعرفون اذا فعلا هذا توقيعك ولا لا شخصيتك ولا مو شخصيتك فهل مهم انه يكون للشاب توقيع خاص فيه وتصير نفس بصمه خاصه فيه؟ هو اكيد كل انسان له توقيع. في ناس تقول انا ما عندي توقيع مثلا، والتوقيع عموما هي شخصيه الفرد، مم. انت شخصيتك، انت ذاتك، انت شنو؟ كله تعبرينه من خلال التوقيع، مم. فالتوقيع يظهر شخصيتك، يكشف شخصيتك، يكشف صفاتك، سلوكك كله. نعم كلها نعم حتى حاسز. في الدول المتقدمه مثل امريكا وبريطانيا وهذه يمكن يكشفون جرائم عن طريق الخط والتوقيع والصفات السلبيه والايجابيه الموجوده في الشخصيه من تردد خجل آه انطوائيه ايه. حتى ممكن الامراض النفسيه تبين من, ط من ايه؟ عن طريق التوقيع الامراض والامراض بعد العضويه تظهر ايه؟ نعم يعني هو علم مهم يمكن في ناس وايد ما يصدقونه ولكن ايه. المفروض ان احنا نعمل توعيه اكثر وثقافه بالضبط. للمجتمع حتى يعي اهميه التوقيع ممكن بشكل صريح وصحيح احنا نعرف الصفات السلبيه والايجابيه لكل شخص اي اكيد كله من خلال شكل الاحرف كله شكل الاحرف والتوقيع وحتى الرسومات بعد وانا بصراحه يعني ودي الناس توتعي حق هالموضوع وايد ناس تقول هذه ساحره هذه مخاويه هذه ما ادري شو لا هذا علم صحيح. علم تحليل الاشكال كل شكل يمثل صفه سهل. فانا جبت لكم بعض صور اساسا تظهر على الشاشة اذا الحين انا واسر وقعنا لك تقدري تقولين الصفات السلبيه والايجابيه اقول لكم بس ترى في اسرار <applause> لا لا عادي <applause> إحنا, طيب أقولها؟ احنا انا عادي بالنسبه لي أنا اسرار صلح. اسمها بروحه اسرار فاكيد عندها مو اسرار ها. طيب في ناس ساعات ما يكون عندهم توقيع اساسي انا واحده من الشخصيات ما عندي توقيع يعني اذا بوقع لازم يكون اسمي يعني ويكون وايد بسيط ما في اي شيء هل ممكن انت تعرفين شخصيه الشخص اللي قدامك من خلال اللي هو نقدر نقول اللي هو يعتمد من خلال العقود وغيره من هذه الامور والمعاملات <applause> طبعا اكيد هو اللي يوقع بس مجرد اسمه هذا إنسان واضح وصريح ما يلف ويدور ما عنده لف ودوران عرفتي؟ حتى بعد الاسم نفسه أنا أشوف كل حرف شلون مكتوب وحجم الكتابة كله اذا احنا الحين راح نشوف امثله على الهواء من خلال صور للتواقع اللي بتصير ايش رايكم احنا بعد نوقع نوقع حق استاذه صفاء اوقع لك انت تبي توقعين ولا لا اوقع ليش لا اي اوكي شنو توقع على على كلمة. تشيك الحين اذا طيب. توقيعي بالانجلش ترى مو بالعربي عادي, عادي. صح عادي. ما ما له علاقه قاعد نشوف الصور الحين الصوره هذه على الهواء شنو معناتها استاذه صفاء التوقيع هذا الزخرفي التوقيع هذا انا اتمنى من الناس اللي يوقع في دوائر متداخلة انتفاخات للأعلى متداخلة وحتى بحرف الهاء بعد نفس الشيء أنه يغير من هذا الشكل لأن هذا الدليل الكذب هذا إنسان كذاب مراوغ يلف ويدور ويختار كثير غير أيه؟ غير توقيعك في دائره في <applause> إيه؟ بس الحين لا لا, لا, لا لازم تكون دوائر متقاطعه <applause> لازم دائره تقاطع دائره داخل وقع اسوار دا. علشان نشوف كل واحد وصفاته الشخصيه انا بالنسبه لي عادي يقول لي السلبيه قبل الايجابيه <applause> ما عندي آه انا وقعت... ما عندي مشكله في توقيع ثاني بعد أستاذة صفاء تكلمينا عنه هذا القرقه اللي تصير مثل الدوائر كذي هذا الانسان الثرثار يتكلم وايد هذا الثرثار القرقة يعني القرقة ايه خاف نساء ايه هذا التوقيع لا و... ترى في وايد دائما النساء متهمات أكثر في الثرثرة الدكتور نايف من الإعداد إيه؟ من الإعداد إيه؟ في هذا الصفة <applause> <applause> يتكلم مو ثرثار لا لا يحب يسولف وايد يتكلم وايد ما شاء الله عليه ولا ما صار معد صحيح, صحيح هو قام يترجم هل هو قاعد, قاعد ما شاء الله قال وايد اشياء عاد احنا ما نحس ما يسالف ويانا وايد نايف صدق؟ <applause> اي ما, <يسأل تصفيق> ما لان الموضوع موضوع يعني. شده ومن طبيعه دراسته بعد صحيح اكيد خلينا نشوف التوقيع الثاني التوقيع هذا النقطه اللي تحت التوقيع حتى لو كانت اسم اسمك وفيه توقيع نقطة من تحت هذا معناته حساسية الإنسان الحساس أوكي. يعني إذا في تحت التوقيع نقطة كل توقعكم شيلوها هذه دليل الحساسيه مم. ليش تصيرين حساسه بس ما لها داعي ناس... الحساسيه صحيح اي في ناس ساعات توقيعها تقول لك من اسمها او اسمها إيه؟ واسم العائله فما لي. تكون في بالها انه والله راح يعبر عن شخصيتها او مثلا ما ما حتشوف إيه؟ ما يدرون إيه؟ ما يدرون انا ليش حطيته عشان الناس يصير عندها علم في هذا الشيء ويشيلونه بس اتوقع صفه الحساس يعني في صفات تكون طبيعيه، يعني هل ممكن اذا انا مثلا شفت هالتواقيع راح بعدين اخترع لي توقيع خاص فيني نعم. يعبر عن شخصيه او صفات انا ابي الناس انها هي تكون تعرفها عني؟ اي نعم بالضبط، هذا كتيب التواقيع يبتلكم لكم اهداء مني لكم الله يسلمك okay. لك. شوفوا في تقريبا 85 شكل للتواقيع نعم. تقدرون تشوفوا الاشياء الايجابيه اخذوها وتمرنوا عليها، صمم لك توقيع خاص فيك حلو وراح تتغير صفاتك م. بس انت من الداخل قول انا لازم اتغير نعم لازم اعدل من نفسي اعدل من سلوكي صحيح. حلو اذا تعطينا التواقع مالتنا أه. انا وصالح وقعنا على الورقه و خلينا نشوف شنو راح يطلع يلا ابتدي باسرار ليدس فيرست لا ليش ليدس فيرست <applause> 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 اسرار توقيعها اسمها انسانه واضحه وصريحه ما تحبين اللف والدوران والسين كاتبتها بهالطريقه أي. يعني انسانه عمليه ما تدققين وايد ما تهمش التفاصيل وايد احيانا الديتيلز ما تهمش ايه اوكي متعاونه جدا شكرا. جدا عندك فخر وعزه وكرامه طموحه متفائله وش توقيع وعندك ثقه هذا حجمه هذا هو وعندك ثقه صالح مأساة طبعا <تصفيق> <تصفيق> عادي عادي قول <applause> مو مأساة بس آخر شيء شنو هذه؟ اتش صالح اس اي ال اي اتش اه اتش صالح ايه آه صالح وانت هذا ناهي آخر شيء كذي إيه؟ هذا لازم تغيرها اوكي هذه انا راح يحطونها بعد شوي اللي هي دليل اقول ايه دليل العنف ايه انا فيني عنف عنيف في يمكن بكلامك ساعة ما خليت لوادم لو وعليا اللي إيه؟ بيتسلفون, بيتسلفون <تصفيق> شرشحتهم <تصفيق> 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 انا اعتذر يا جماعه اعتذر انا صشتر انا فيني حده انت بعد كاتب اسمك انت انسان ايضا واضح وصريح يمكن صراحتك هذه شويه تجرح الاخرين يعني خفف شويه يا صالح ان شاء الله استاذه <applause> خفف عليهم <applause> بعد آه وبعد آه عنيد اي بس لين سهل في التعامل ممكن يغيرون رايك بس اذا اقتنعت اوكي م. عادي يقول كل شيء سلبي لا تستحي مني استاذه عشان انت بعد انت بعد عندك الطموح متفائل أه، تحس بالعزه والكرامه أه، تغار شويه فيك غيرة. ايه، ايه، اي احد احسن مني اه. فيك فيك يعني فيك فيني غيره, فيك غيرة، طبعا فيك الصفه هذه مم. احيانا تكون نكدي احيانا شنو نكدي تكون نكدي نكدي اي انا نكدي. عموما مزاجي يعني شخصيه مزاجي. مزاجيه مم. فساعات اكون اي يعني اميل شوي للنكديه مم. وعندك ثقه أي. بعد حنون جدا حنون صالح حنون وايد مع اهلك متواصل ولطيف مع الناس تحب ربعك تحب تطلع وياهم صحيح عندك اهداف وتصر عليها صح. واهداف ثانيه مو مستعيل عليها او ما عندك الوسيله المناسبه انك تحققها وشيء ثاني ممكن تكون متذمر من البيئه المحيطه أي. يعني ممكن العمل البيت الفريج الديره ال... صحيح. امور البيئه النباتات وانت بكرامه حيوانات اي صح تتحلطم اي انا وايد اتحلطم من الحر لا من الحر لا بس دائما يعني من امور البيئه هي, أي. هي. لا بس انت ما عندك الدوائر هذه المتداخله لا لا. حساس صحيح معناه انا دائما اخفي هذه الحساسيه شفته سمعته. بعد في شيء اسرار بعد اسرار هم انت حنونه وايد شكرا حنونه وتحبي رفيجاتك وأنتي بعد اهدافك عندك الاهداف وتعرفين شلون توصلين لها برافو عليك ان شاء الله استمري <applause> عاد والله كنت ناويه اغيره لان كنت احس نفسي كل مره لما اروح باين ولا اروح مكان بوقع معامله كبيره ولا عقد ولا اي كان احس لا فشله ان انا اوقع لازم اعطيهم قبلها تمهيد ترى انا توقيعي اسمي عشان لا يشوفون توقيع واسمي وكني واحده بعدي صغيره بالمدرسه انا راح انت راح تاخذين الكتيب اوكي مم. شوفي الصور اذا بتضيفين حركات بسيطه أوكي. تجمل التوقيع نعم احنا وصلت لنا تواقيع بعد استاذه راح نتعبك اليوم <applause> الـ 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 الاسماء الحين تقولها ولا انا مو فاهم صراحه بس هذه التواقع ايه، تفضلي <applause> ما يبون يقولون اسمهم يبون يعرفون شخصيتهم بس بدون اسمهم الله لا لا لا. <applause> توقع الله الله اول توقيع معدل البرنامج علي شويتر. قولي شويطر قولي شخصيته <applause> شويطر توقيعين عنده توقيعين, توقيعين شخصيتين أي. يعني لأن برج الجوزاء هي مو شخصيتين هي في صفات متكرره فوق وتحت اللي الحساس هي الحساسيه وايد حساس شوي إيه وايد مو حساس إيه لدرجه الانتقاد آه انتقاد على نفسه؟ آه لا يحس الناس تنتقده اه وهم في بعد اللي هي السيف عادي نوري اي 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 عادي, عادي؟ اي في هذا السيف اللي راح نحطه بعد شوي حركه مثل السيف هذه بعد القرار الحازم العنف دليل عنف <applause> أه حنون وايد حنون علي أه هم لطيف مع الناس نفس الشيء متذمر من البيئه اوكي ضحكتي اسمعهم انا ترى قاعد اسمعكم في اللي في حرف العين اللي في حرف العين هذا انسان جدا اجتماعي عنده فن التكيف بالحوار وبعد يحب يسولف علي يحب يسوي وايد هو علي عاد منو هو لا. عبد الحميد هذه صفات عبد, عبد الحميد ممكن اي ممكن <applause> لا هذا هو عنده توقيعين هذا التوقيع آه الاول علي والثاني علي علي لا كناك ايه؟ لا هذه عاد علي وبعد يحب يحل المشاكل يربط بين العلاقات <applause> هذا معتز بنفسه هذا التوقيع الثاني الاستاذة صح اللي تحت اي انا قاعد اقول من الاثنين ايه؟ شوف الاشكال شوفها عبد, عبد الحميد عبد الحميد الحميد ايه؟ ايه؟ عبد الحميد بعد وايد اجتماعي <applause> اوكي وعنده ثقه وايد بنفسه يعني شبه غرور مم. ها في في هذا الشيء لا. لا. ما حسيناه ما هذا يطلع بعد بعدين فوق. اي اي ممكن يكون متاثر شويه بالماضي توقيع يمين حساس بعد وايد عنيد جدا وهم سهل بعد بالتعامل أي. وانسان عاطفي جدا 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 ممكن يعني دمعته بعينه انا ما ادري اذا تشوفونه كذي غلط <صح currently> وفي اخر توقيع ولا بس هم ثلاثه رضا رضا اسمه اي كذي توقيع بس اي رضا رضا بعد فيه شويه غيره اي غيره ويخاف انه يفقد اللي يحبه خياله واسع خياله انسان واضح وصريح ومتعب متعب يحس بتعب بارهاق بحاجة للراحة رضا ممكن يكون حزين صفات اوكي يعطيك الف عافيه بصراحه تعبناك استاذه بس فعلا عارف. يعني من كلام حضرتك يعني في اثبات في انه فعلا باي. اغلب الصفات اللي حضرتك ذكرتيها هي من صفاتنا احنا صحيح واتوقع اذا كان في شخص اذا مثلا كل بين فتره وفتره تلقين عنده توقيع مختلف، هل هذا بمعناه انه هو والله كان في مود معين عشان شي وقع بهالتوقيع، بعدها تغيرت شخصيته ولا تطوره ولا شو الموضوع اللي يكون مع الناس اللي تكون عندها نوع من الكونفيوز بين تواقيعهم ممكن ممكن اي اللي يتغير هو يكون بعد هم الانسان المزاجي بعد اللي كل شوي له خط، كل شوي له توقيع، كل شوي هو في مود. ممكن لان التوقيع والخط يكشف هذه الامور يكشف الانفعالات مم. يكشف الصفات يكشف السلوك يكشف كل شيء حالته النفسيه كلها فعلا يعني بصراحه احنا وايد استفدنا من كلام حضرتك اللي قلتي لنا اياه فانت تحرصين او تنصحين استاذه في ان كل الرجال والنساء والشباب والبنات في ان هم يغيرون تواقعهم اذا مم. كانت يعني فيهم صفات سلبيه ظاهره من خلال التوقيع هو مو بس التوقيع هو حتى الخط هو في علم ثاني اسمه الجرافوثولوجي <applause> <applause> اللي هو تعديل السلوك من خلال الكتابه او اللي هو يسمونه التداوي بالكتابه يعني من خلال الخط نشوف حرف فيه يدل على صفه سيئه <applause> نقول له تعال شيل هذا الحرف وبدله اكتبه <applause> بهالطريقه هذه <applause> بهالشكل هذا طبعا هذا الانسان ما يتغير بيوم وليله <applause> الواحد ما يتغير بسرعه لا ياخذ شويه وقت فلازم يظل يكتب لغايه ما انه يستقر على واحد يستقر. معين. يعني يمكن ساعات صحيح ساعات الواحد تتغير شخصيته أفكاره تلقينا لا إراديا تغير توقيعه وتعامله مع الناس بس ما يكون أكيد رابطة أنه هو تغيرت شخصيته فمعناته تغير في تغير خطه وغيره من هذه الامور انا وايد احب تحليل الشخصيات خصوصا في الابراج في الخطوط وغيره صحيح احنا اليوم جدا استمتعنا بوجودك معنا اليوم استاذه صفاء الزقاح محلله خطوط وتواقيع ومدربه جرافولوجي ومدير مساعد للمرحله الثانويه بالتعليم الخاص وعضو في الاكاديميه الدوليه لتحليل الخط شكرا جزيلا حياكم الله, الله أشكركم حييت. وانا اشكركم جزيل الشكر على هذا اللقاء حياك الله شرفتينا ونورتينا احنا طيب. راح نكون مستمرين معاكم في فقراتنا لليوم نطرونا من بعد هذا الفاصل في عندنا مفاجاه حلوه من الامارات نطرونا باك تو لاستكمال فقرات برنامج رايكم شباب تكلمنا من شوي عن التواقع وانا اشوف ايضا ان الفنانين الاعلاميين دائما ما يضعون بصمه خاصه فيهم من خلال توقيع فني ضيفتنا اليوم من دولة الإمارات العربية المتحدة راح تكون معنا هي إعلامية ومذيعة من قناة الظفرة الإماراتية راح نحاورها ونستدرجها في الكثير من الأمور الخاصة بمجالها الإعلامي وإحنا بصراحة نفخر ونسعد لما نشوف بنات الخليج وإعلامياتنا يتطورون ويقدمون صورة مشرفة للإعلام الإماراتي أو الكويتي أو الخليجي لأن بالنهاية كلنا يعني اعلام واحد واعلام خليجي واحد معنا اليوم ضيفتنا الاعلاميه الجميله ريم عارف حياك الله معنا ريم حي بك حي ويا هلا ومرحبا وشكرا على المقدمه الجدا جميله وانا جدا سعيده اه مرحبا الساعة انا تحكي كويتي وانا تحكي اتفقنا حلو جميل طبعا جدا لكم جزيل الشكر انكم استضفتوني في قناتكم الراي وفي برنامجكم رايكم شباب وانا اللي ارحب فيكم هلا ومرحبا تشرفت فيكم حبيبي حياك الله في ديرتك الثانيه الكويت والحمد لله على السلامه علي. اول شيء انا اسمحوا لي انا تعبت من وصلت تغيير الجو <applause> يعني لدرجة انه قام يقولوا لي يا ريم ردي بلادك من بترطوبه معاك لا لا لا, لا ان شاء الله يتعدل وصلت الجو على طول مرة <تصفيق> <تصفيق> بس الحمد لله لا ان شاء الله يتعدل الجو ما تشوفين شر ان شاء الله شر يا قلبي في البداية خلينا نتكلم عن سبب زيارتك للكويت جميل اول شيء جاي أشوف ربيعاتي <applause> آه حلو <applause> آه ثاني شيء عشان اكون صريحه بزياده طبعا صديقي واخوي وجدا عزيز علي الفنان عبد السلام الزايد نعم. آه كان عنده عيد ميلاده وكان عنده نزول السي دي ماله اول الاغنيه السنجل, السنجل اللي نزلها نعم. فنزلت اهني فيها هذا السببين وطبعا عشان اشوف ديرتي الثانيه الكويت هاي اول زياره لي للكويت ويلكم ان كويت ريم وما في فرق طبعا بين الكويت أبداً طبعاً والامارات طبعا خليجنا واحد مثل ما كنا نقول طبعا, طبعاً. كلامك صحيح نحن سعداء أن موجودة اليوم معنا عشان نتعرف عليك فيس تو احنا نعرفك ما شاء الله كاسم لامع من الإعلاميات الإماراتيات هل هناك نية للإقامة في الكويت وتقديم برامج؟ هو اني انا اقيم برا ديرتي هاي احسة شفتي يوم طلع سمكه من الماي الواحد يختنق فانا فعلا لي انتماء لوطني بطريقه مش طبيعيه، ممكن يكون فعلا يعني اذا في مشاريع انه يكون في برنامج ما عندي مانع بس لازم ارد مالي غنى يعني صحيح. يعني كدوره مثلا او سيزون معين بس انه مو اقامه مش دائمه مش كاستقرار لا نعم مع اتشرف يعني حبيبتي واحنا نتشرف فيك اكثر سواء كنتي موجوده لزياره لشغل لعمل نتشرف في وجودك اكيد في آه الكويت كل مذيع او مذيعه دائما ما تشوفين عندهم برامج تستهويهم ويحبون انهم يقدمون هذه النوعيه من البرامج صحيح. شنو اكثر انواع آه برامج تستهويك سواء بتقدمينها قدمتيها ناويه ان انت تقدمينها في المستقبل جميل كفكر من البدايه خليني اعطيك اياها انا عندي آه برنامج مساء الامارات برنامج في سبع فقرات في في نفس الوقت في فقرة منهم فقرة أخبار في فقرة منهم شباب الدار في فقرة منهم كوميديا في فقرة منها سوشيال ميديا في فقرة منها حاور طبيبك وفي فقرة اسمها حوار المساء مثل الاتجاه المعاكس مع وضد لأ. فأنت يعني لا فخرا في نفسي وين ما لي بمشي يا أقدم سبع برامج في برنامج بسم فالحمد لله يعني وين ما تحطيني مثل الجوكر الله يحفظك <applause> 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 <أمشي> الحمد لله طبعا لا قريب صح؟ أربعة تسعة, برج العذراء كل عام وأنتم بخير عاد 2016 سنة العذراء يعني إن شاء الله يا رب أنت فرحتني صراحة فرحتني وقلت لي إياها الله يسلمك شكرا لك هديه من الامارات بعد <applause> وجودك معنا في الكويت وشفتك احلى هديه حبيبي قلبي تسلم والتحاور معك يا ريم ريم في وايد الحين اعلاميات ومذيعات صاروا ممثلات واتجهوا الى التمثيل صحيح. لا بل نجحنا اكثر ممكن حتى في مجال التمثيل وانت ما شاء الله فيك المواصفات ما قاعد جاملك يعني بس ما شاء الله شكلك حلو ومتحدثه <applause> الله يسلم. وتعطيني يمكن حتى ناس وايد قالوا لك يعني وايد تشبهين وايد تفوتوا يجلب. وما يبين من اي جنسية. صحيح. فممكن تصلحين حق وايد شخصيات <applause> يتلك عروض اكيد صحيح فيهم ايضا نيه للتنفيذ؟ اولا اعطيك الفكره بالنسبه انه يكون في الاعلام خصوصا في الاعلام مم. يعني لو تقول لي مغني صار ممثل ما مم. عندي مشكله او ممكن اتقبلها. أي. لكن خصوصا في مجال الاعلام وانت تعرف شو معناتها بما انكم انتم مدعين واعلاميين مم. في رساله معينه توصلها بالطريقه الصحيحه والصادقه من الداخل الى الخارج ومن الخارج الى الداخل. انت انحطيت في خانه ما تقدر تتعداها انك تمثل. أي. انت طلعت من نطاق الاعلام، انت يا توصل رساله هاتفه، طلعت منها للتمثيل تمثل شخصيه غير شخصيتك. يعني ما في رساله هاتفه بالتمثيل؟ انا بالنسبه لا في رساله هاتفه تتكلم في برامج ثقافيه، مم. مسلسل تاريخي، مم. ممكن، بس تتكلم في الامور الثانيه انا مش مع، وبوبالين حتى مسلسلاتنا؟ جذاب، لا <applause> أنت مسلسلاتكم انا اتابعها، لكن لي نحطي في في انك تكوني ممثله في مسلسل اقول لك لا. لان تحسين ان هذه مو انت او انت قاعده تمثلين على الناس؟ <applause> ابدا. ابدا مش انا، وغير كذي انه يكون اعلامه يتجه لشريحه ثانيه اعتبره اكبر غلط، انا من وجهه نظري يعني واتمنى صحيح. ان متابعينا يحترموها، ما احب اني اتشر يعني اتشعب في اكثر من شيء، اذا انا ناجحه في مجالي وعندي الثقه في نفسي في موهبتي راح توصل من خلف الشاشه الى الناس راح يتقبلوني كما انا، معناته انا ناجحه، لكن اتجهت لمنظور ثاني قلت انا مش ناجحه في مجالي يا اجرب مثل ضربه حظ يمكن ما نجحت اني انا مغنيه انجح كممثله ما نجحت كممثله انجح كاعلاميه وهذا اكبر غلط صح عاد في ناس تقول او حتى في اعلاميين يقول اساسا لما تطلعين على يعني سواء مذيع ولا لا انت أنت فصلت عالمك الحقيقي عن طبعًا. اللي أنت قاعد تقدمه فمعناته هذا بحد ذاته تمثيل. أنت صحيح. قاعد تبتسم وأنت مثلاً متضايق، بس اللي أنت قاعد توصلينه أنا لا شخصية كاملة. طبعًا. قاعد توصل لي الجمهور ممكن نظرتهم تكون ساعات مختلفة. فتوقع هذه وجهة نظرك والواحد يعني هم اكيد يحترمها. بس أنت أنا أنا ما, أنا ما أسرار، بس أنت لاحظي الإعلاميين الموجودين في الخليج م. واللي وصلوا واللي قدروا إن يحطون بصمة في هذا العالم بساطتهم طبيعتهم اللي وصلتهم، فحتى نحن ممكن نحن يعني نجامل نضحك كطبيعه شغلنا صراحه، لكن ما نقدر نجامل في ط... في اساسنا نحن فعلا هذه طبيعتنا، نحن نتكلم نحن نسولف هذه طبيعتي برا وداخل مش قدام الكاميرا. بس صحيح. اللي شوفي هو الحوار حلو معاك ان انا مثلا اعارضك فخذت نتكلم عشان انا وايد مستانسه ضيفتنا اليوم اعلاميه حبيب قلبي بعد راسي في إن في وايد مذيعات كانوا ناجحات في مجال الاعلام والتقديم وصاروا ممثلات وقاعد يقدمون ويمثلون وناجحين في المجالين صحيح تبي آه. <applause> يعني اقول كمثله؟ انا ما بقول لك عشان ما بقول لك اي يعني اعطيك مثلا بعطيك مثال شوجي شجون يعني قدمت برنامج وقدمت مسلسل وناجحه في الاثنين بدت كشو؟ كمذيعه بدت كمذيعة ولا كفنانه؟ <كفتح> لا انت يمكن عشان يعني بعيده عن الكويت هي بدت من عمر تسع سنوات 11 سنه مذيعه حلو بعدين ممثله بعدين رجعت مره ثانيه تقدم شجون عرفت في شو اكثر شيء؟ في التمثيل اي انت بالنسبه لك يعني شفت كيف؟ آه، ما هذا المغزى وصلنا لنفسه أي. إيه، بس انت ما تشوفين انها هي ناجحه بالاثنين؟ انا ما شفتها صراحه كتقديم آه أنت 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 ما يعني عشان حقي ما شفتها بس انا اشوفها كشخصيه شفتها كممثله ناجحه جدا صحيح حلو. جدا انا ما تشتت يعني ما ما تبي الناس تتشتت في تمثيل ولا انه هو يكون يقدم حلو انه هو يكون في كاريزما معينه في شغله حطيت ستيب وخطه مشيت عليها راح توصل راح توصل صحيح. حتى يعني ما في الدنيا الله خلقها في ست ايام ثم استوى على العرش صحيح. ما في شيء في يوم وليله صحيح. اصبر على مجالك اجتهد فيه حط النقط على الحروف راح توصل لكن في ناس مستعيله تقول لك انا ابى اوصل انا ابى اكون الثالث عالميا انا ابى اكون اطلع اسوي زوبعه في الوقت هذا غلط صحيح اصبر اطلع خطوه خطوه راح توصل اسمك راح يكون لامع، لكن تشعبت في اكثر من مجال ضيعت عمرك وضيعت الدنيا معك صحيح. <applause> صحيح، طيب خلينا نروح نروح لجانب ثاني، رايك في الاعلام سواء كان الاعلام الاماراتي او حتى الاعلام الخليجي، يمكن في السنين اللي فاتت قاعد نشوف انه صار اكثر انه يكون في مذيعات سواء كانوا محليا او حتى خليجيا في ديرتها او برا ديرتها، وهذا شيء وايد حلو لان نظره المجتمع قامت تتغير، فهل صحيح. تشوفين انه فعلا قاعد توصل الاعلام اللي احنا نبيه قاعد يوصل للناس صوره المذيعه قاعد تصير بشكل حلو قدام الناس شوف انا مشكلتي وايد صريحه <applause> ليش بالعكس <applause> هذا شيء زين عارفه الف ما الله للاسف للاسف وهذا الكلام انا قلته حتى في الانستغرام موجود عندي حاطه إنه إنه كل منها بودب وكل من عنده جمال شويه وعنده اسلوب حط اسمه تحت خانه اعلامي صحيح وحتى نحن كمذيعين وكاعلاميين تعرف شو معنات مذيع واعلامي فرق السماء والارض صحيح المذيع اللي هو يقرا من الاوتو كيو اخبار اخره هذا اخره كذي صحيح اما تتكلمين في اعلامي مسمى اخر بحر يا سند تمشي فيه في اعداد في ثقافه في اشياء وايده ما تنحط كذي فللاسف في الخانه الاخيره صار وايد ناس تحط اسماءها يعني انا بصدفه اليس على انستغرام ما ولا في تويتر الاعلاميه الفلان وين اعلاميه لا أنت كانت في الجمعيه تتسوق وين صارت اعلاميه فيعني تتضايق من هالشيء لدرجه اني انا طرحت كان عندنا مؤتمر للعصر الذهني اللي هو ياخذون افكارك يقول شو اللي انت مضايقينك مثلا في الفتره الاخيره ويلسنا فعلا اعلاميات كفو ما شاء الله وذو خبره ثقافيه وذو فكر واسع وتكلمنا في الموضوع انه لازم يكون في لجنه معينه مراقبه صحيح. لاسم الاعلامي لا ينطق لاي شخص نعم. صحيح يعني انت باي حاجه ستأخذ اللقب لتعال انا وانت نتذكر قبل الفنانين كان عشان تنكتب مسمى النجم كان ياخذ سنين صحيح سنين صحيح. حتى مسمى م. الفنان الصاعد حتى قبل شوف على ايام تكلمين على يعني الفن الاصيل اسماء كبيره فعلا كان يتعب على اسم النجم او الفنان ما كان ياخذونه بسهوله نعم نفس الشيء في الاعلام اما بالنسبه لنا نحن عندنا فعلا مذيعات واعلاميات ومن م. الشباب من البنات ومن الخليج بالعكس ذو خبره عاليه ومثقفات ويوصلون رساله صحيحه وانا بالعكس افتخر فيهم صحيح والله احنا نفتخر فيك يا ريم حبيب قلبي انا اخذت الايجابيه لا بالعكس <applause> هذا يعني انا على هذا الفكر يعني انت عندك كرم. فكر ومنطق وحجه <applause> تنعى فيها أبا. وممكن تقنعين فيها الاشخاص الاخرين لان لك صدق يعني اعلاميات او اعلاميين تسالينهم ما معنى كلمه اعلام ما تقدر تجاوب لك على هذا السؤال ما يعرف شنو معنى كلمه اعلام حتى مجرد ظهور على الهواء والبس واكشخ بالضبط وتكلم عموما احنا اليلسه معاك مكمله صح كذي اليلسه طبعي. اوكي مكملين مع ضيفتنا الاعلاميه آه ريم عارف آه ونرجع لكم من بعد الفاصل انتظرونا مستمرين في حديثنا وسوالفنا الجميله اكيد مع الاعلاميه والمذيعه الجميله اكيد ريم عارف ريم بما انك صريحه وقلتيها قبل شوي خلني نستغل هذا الموضوع أيه. على يدكم ان شاء الله <applause> الحين مع ظهور السوشيال ميديا في كثير من الناس بدات تطلع وتصير مشاهير في السوشيال ميديا صار البعض يقارنهم في المشاهير اللي مثلا في الاعلاميين لا. في المذيع في الممثل يقارنون شهرات شهرتهم في بعض جميل. فهل تشوفين ان انت ممكن انت تتقبلين موضوع المقارنه ما بينك بين المشاهير السوشيال ميديا ولا لا انا لا اقارن نفسي فيهم نهائيا مم. انا اعلاميه وهم وجوه تقدم فكره عن طريق السوشيال ميديا فا <applause> اختلف مسميه عن مسميهم نهائيا مع ان انا في الوسط هذا <applause> جدا قريبه منهم يعني انا قبل فتره يمكن تحصلونه باليوتيوب مثلت مع الشخصيات الانستغراميه هاي بن باز واحمد فيروز وسلطان عفريت ونحن هذول يعني مشاهير عندنا ما شاء الله بن باز منو ما يعرفه؟ صحيح فمثلنا معاهم تحت تحت عنوان عرفتوا شلون؟ <applause> كوميديا هادفه انا معاهم في فكرتهم اللي يوصلونها يعني <applause> <applause> مثلتي؟ <applause> بس مش التمثيل اللي في بالك كوميديا <تصفيق> هادفه <تصفيق> وكان مجرد قناه يوتيوبيه وليس على شاشه تلفزيون نهائيا اوكي <applause> وانه عشان شباب <applause> وكذي بالضبط يعني كان <applause> دعم مني لهم إنه كان يبون يعني اسماء الاعلاميه الاعلامي الممثل يعني دخلنا كثير في هالموضوع مش مجرد انا دعم لهم فتقولي لي اقول انا قريبه منهم لكن مش ككل ما تنافسينهم؟ ليش انافسهم انا مجالي غير مجالهم؟ اعلاميا وليه هي وسيله اعلاميه هي وسيله حديثة اعلاميه ما اعرف ما اقارن نفسي فيهم نهائيا ليش انا بخبرت شيء مم. مثل ما قلتي انت صريحه وانا صريحه <applause> للاسف يعني تشوفين الواحد عنده بالمليارات مم. حلو الفلاورز ماله ان كان في مواقع التواصل الاجتماعي بجميع انواعها تعالي شوفي اكثر شريحه منهم الحين نقولهم يعني الشريحه اللي تحت المتوسطه اللي هم من عمر 15 16 17 فصفيه سكت اكيد <applause> فاهمه شو قصدي مم. ناس اصلا ما عندها ثقافه عشان تسمع شو الفكره يا في ناس نعم في اسماء معينه انا جدا احترمها في السوشيال ميديا وما عندهم حتى فالورز صحيح ها شفنا وصلنا للبوينت صحيح. لكن يوصلون فكره جدا رائعه عن طريق الانستغرام او تويتر او اخرين قلتي كلام خطير ليش؟ <applause> قلتي ان التينيجرز اللي هم اعمارهم 14 15 16 ما عندهم ثقافه لا انا اقول لك العصر شي. تغير صاروا ما شاء الله يفهمون انا الوايد. معك يعني الحين يبلي واحدة وحده عمرها 15 سنه ايه؟ تعال كلمها في جريمه قتل ما تفهم فيها؟ لا لا مستحيل ممكن تكون هي ها. تقول لك معلومه اكثر من وحده عمرها 30 سنه جميل تعال ايه؟ اطرح موضوع آه يخص مثلا آه فنقول شيء كبير موضوع كبير مثلا عن الزواج والطلاق او عن مم. المراه في حاله ولادتها او الطر الى اخره ما عندهم الفكر بس والوعي انت هذه او الناس اللي تتابعك هالعمار 14 15 16 شوف انا سويت احصائيه لهالموضوع الموضوع ايه؟ الاغلبيه لا من 20 وانت طالع بصراحه وانا اكثر مم. معجبين الرجال وليس النساء هو صريحة بعد اي <applause> جدا يعني انا وانثى ولا تكفل انثى <applause> تكمل بوجود الرجل في ادم وحواء من بدايه الخلق <applause> هاي هاي ما نقدر نحن نتهرب منها الله خلق ادم وحواء يكملون بعض نعم صحيح؟, صحيح صحيح انا ممكن انا اعجب بشخصيه اسرار ولا عشان الشاب هنا بيلعبيد والله <applause> يقولون لك أيوة طحت على العوق وهي صغيره انا احبها اموت عليها الفنانه هذه وصلت التعليق صح صحيح دخلت عندي على انستغرام وقالت لي فعلا انت اكثر انسانه تشبهيني نبي لعبد اي أيوة وحطت لها لايك وحطت لي لايك وشي صار لي يلا يعني تحياتنا طبعا للفنانة الكبيرة نبيل العبيد وكل نجمتنا. نجومنا الكبار برايك من هو الإعلامي الناجح؟ الإعلامي الناجح اللي يوصل الرسالة بطريقة صحيحة ويكون صادق فيها م. المش مصطنع م. م. نهائيا لا يكون مصطنع اذا انت كنت مصطنع ما راح تدخل البيوت مم. يعني نحن الحين انا يا معاكم في الاستديو في م... في الكويت لكن انا واصله كل بيت صحيح. المفروض ان كل بيت يتقبلني صحيح. اذا ما تقبلني انا ما دخلت البيت مثل يدق على الباب يا ترفضها يا يدخلك فحسب اسلوبك انت كيف تقدر توصل الفكره كون صادق مع نفسك قبل أن تكون صادق قدام الكاميرا راح توصل بفكرتك وباهدافك وراح يلمع اسمك نهائيا صحيح واتوقع هذه الفكره لازم تكون عند كل شخص سواء كان اعلامي سواء كان حتى غير اعلامي لان صحيح. في اي مجال ممكن هو يكون موجود لازم تكون عنده هذه الفكره ان انا لازم تكون عندي مقومات وصفات معينه عشان اقدر ان انا اوصل حق اللي انا ابي اذا بنتكلم الحين عن عصفوره قالت لنا خبر ان انت كنت تبين تصيرين مغنيه آه. بس اهلك العصفوره وينها راحت <applause> قالت لنا طارت <applause> انا فعلا يعني الحين صوتي مو بحلو لان مبحوح صوتي ولا كان غنيت لكم انا ما مو عندي موهبة فعلا انا يعني الحمد لله نشكر الله ونحمده فعلا عندي موهبه الصوت وما كان ودي اللي هو 100% أني يعني انا اطلع مغنيه لكن كانت الفكره موجوده و... واهلي طبعا رفضوا الفكره وامي يعني طبعا الله يطول بعمرها واوجه لها تحيتي من طبعا من خلف شاشتكم الرائعه وكل مشاهدينا وكل ياس تريوني <applause> صحيح <تصفيق> ففعلا كانت يعني كان مش حلم كانت فكرة مجرد فكرة أني أنا أكون مغنية نعم. و... وأمي رفضت فغسلت الفكرة تحياتنا للوالدة الكريمة ولكن إحنا ضد سمي. كبت الحريات نعم. وما يصير أن أنت ما تغنين وهذا يعني <applause> محقق رايح يعني, يعني عادي يرجع حرام بي يعني بيشم من صوتي خلنا نسمع شوية يعني, شو لو أنت كنت مغنية وصوت رايح كنت بتغنين خلنا نسمع مقطع صغير صوتي والله رايح ويكند يا, يا ريم ويكند شوي الأحراج هذا اللي على الهوية جميل. لا لا ما في حد قاعد يشوفنا ولا يسمعنا بس انا صوتي ما بحوح يا جماعه من الحين مشاهدين اعذروني لان فعلا صوتي رايح متاكد احلى من وايد اصوات ابتعد عني ما واشتبي <applause> واشتي عني ما حبك واشتبي حبك الغالي رميت بالثرى يا حسايف كلمتي لك يا حبيبي تيرا را 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 صوتي رايح الله والله صراحة حلو صوتي رايح والله, يعني لا بحة لا بحلان لا بس احلى شيء غنيت اغنيه صعبه يعني بعد مو اغنيه عاديه رايح والصوت رايح ولا هو لو بخير وكان اطربتكم يا سوي <applause> لا طربيه لا بالعكس <applause> لا الصوت حلو يا رب حلوب حلو يعني للاسف ان الاهل انهم رفضوا هذا الله بس, بس ترى ساعات في في ساعات برامج تساعد ان انت تطلعين موهبتك تطلعين المغنيه اللي داخلك اي طبعا انا اغني بين خواتي وربيعاتي وقبل ادخل استديو وتحت الهواء اغني فيعني مستمتع في هالموضوع نعم شتنا معي في يومي صحيح طبعا تحياتنا للاعلامي والصحفي مطلق طبعا طبعا معنا في الاستديو تحياتنا له اهميه الصحافه بالنسبه لك آه ريم هل تشوفين أن فعلا للحين الفنان والاعلامي بحاجه الى صحافه ولا السوشيال ميديا حلت مكان الصحافه؟ اه اقول لك شغله جدا مهمه الاعلامي بدون صحافه ما يوصل، مم. الفنان بدون اعلامي ما يوصل، قولي كيف؟ اقول لك كيف، يعني الحين فلانة الفلانية مثلت في مكان الفلاني مم. جميل كيف راح تنشهر غير عن طريق الصحافه، اذا ما طلعت في برنامج واستضافت الناس لن تشوفهم من خلف الشاشه الا في نطاق شغلها هي كممثله، صحيح؟ مم. والاعلامي لن يوصل ولا راح يوصل فكره الا عن طريق القلم اللي هو الصحفي. فهم هذول الثلاثه كلهم موصولين في بعض. صحيح. صحيح. فطبعا جدا مهم الصحافه. لانها يا تفضحك يا <applause> تفضحك وتنزلك يا تكتب شي شيء حلو وترفعك ما في شيء وصلت. صحيح, صحيح لأن لاحظنا في الفترة الأخيرة أن صاروا الفنانين ما يعني ما يسوي لقاءات في الصحافة وغيره يقول رأيه ويعبر عن اللي يبيه من خلال السوشيال ميديا صحيح صحيح وصارت الموضوع أسهل وسيلة أن أنت توصلين صوتك واللي تبين تقدمينه من خلال السوشيال ميديا بس أنتي تحبين الأسلوب التقليدي الأسلوب اللي يكون بروفيشنال هذا بروفيشنال صحيح بروفيشنال وأتوقع هذا أحلى يعطي كاريزما حق الشخصية بشكل بشكل أحلى إذا بنتكلم الحين عن جانب المهرجانات والمؤتمرات كثير من المذيعات يكونون حريصين انهم يتواجدون فيها وانهم يقدمون حتى لو احد المهرجانات الكبيره، فهل انت حريصه لهذا التقديم؟ راح اقول لكم شغله عن ريمي يمكن الناس وايد ما تعرفها، انا ما بدأت في تلفزيون، انا بديت مقدمه مسارح وبديت في مهرجانات ومؤتمرات، مم. بدايتي كانت من الصعب للاسهل، انتم اكيد تعرفون هالشيء، خشبه ف... المسرح لها هيبتها، من هنا سنه تم لها هيبتها، مم. فانا بديت اصلا من خشبه المسرح. مم. عشان أكون صريحة معك. بديت من الأصعب للأسهل، يعني أنت تجلسين قدام كاميرا، في ناس يقولك اه هي سالفة سيلفي كاميرا وتتكلم فيها، لا، آه حتى آه شغل التلفزيون وشغل الاستوديوهات ترى مش سهل انك آه انت تجلس آه تخاطب من خلف العدسة هذه تتكلم عالم ثاني، صحيح. بحر تسبح فيه، صحيح. فلازم انت تكون متقن في كلمتك، اختياراتك للمردفات، يعني وايد أشياء تفرق، السماء والأرض بينهم. مقدمة مسرح كنت قبل فعلا بديت فيها في بداياتي، وبعدين اتجهت لعالم التلفزيون. اني اكون متواجده في مهرجان. في المهرجانات او في الايفنتات اللي يسوونها جدا حريصه اني اكون موجوده. م. اللي اهم من هذا اني انا اهتم اني انا اقدم على مسرح. حلو هذا يهمني اكثر. صحيح. لين اليوم ولين باكر انا اقول الحمد لله انا اصنف نفسي من اللي ما اخاف على خشفه المسرح صحيح. الحمد لله يعني انا كان عندي تقديم الفنان ميحد حمد ميحد حمد العيد والحمد لله يعني لا غرورا في نفسي ميحد حمد بعد 15 سنه ما طلع على مسرح ما طلع في فيديو كليب من 15 سنه واني انا قدمت على مسرح كانت نقله لي بصراحه صحيح. والحمد لله انه ما خضن فيني يعني <applause> لدرجه ان الصحف يعني كثر الله خيرهم اتكلموا انه قالوا كيف ريم عارف قدرت تطلع تقنع الناس ان هي مذيعتين وفي مذيعه واحده مم. كيف قدمت اول مره بفستان وفي اسلوب مختلف مم. ودخلت في القسم الثاني بدلت فستاني وشعري ومكياجي وقدمت باسلوب ثاني فالناس اقتنعت ان احنا مذيعتين اوكي صحيح فالحمد لله انا عندي تمكن في المسرح. الحمد يعني لله. احنا سمعنا بصراحه فان انت تميزتي بتقديم الفنان ميحت حمد خصوصا انه هو انقطع عن المجال او عن الغناء في المسرح لمده 15 وكان عندي بعد سنة. على العيد طبعا وجه له تحيه الفنان حبيب الياسي قدمته طبعا في جزيره ياس في ابو ظبي كان حفل لليالي العيد لصيف 2015 كنت ضيفه شرف سبحان الله كنت سايره ونزل عندي فقال لي ريم ان مثل طلبتك أوني اني هذا الشيء حضرتك اللي تقدمينه عفوا <applause> حلو بالضبط. حلو قلت له تم مم. فكان باقي انه يطلع على المسرح دقيقتين قلت له اعطيني رؤوس اقلام بسرعه واحد اثنين ثلاثه اربعه وطلعت فاول ما دخلت على المسرح حتى بتشوفونه موجوده في الانستغرام دخلت ماسكه الورقه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فردا فردا لكل اللي موجودين فقدمت بطريقه جدا سلسه وانا نازله واحد من الاشخاص قال لي اقرا على عمرك قلت <applause> له ليش؟ قال لي داخله على المسرح كانت داخله على ميلة السلام عليكم ورحمه <applause> <مرحب> الله وبركاته. <applause> هذه العفوية بالضبط فسبحان الله اذا عشقتي شغلك وحبيتي راح تتقني فيه. نعم يلا ان شاء الله نشوفك اكثر تالقا وبريقا في كل مجال وان شاء الله تقدمي في فبراير بعد هل فبراير الكويت اتمنى ان شاء الله تحياتنا لك ولشعب دوله الامارات العربيه الله المتحده احنا مع الاسف خلص الوقت معانا كان عندنا هم اسئله ولكن اكيد راح ما شاء الله الوقت عدى ويعني ما انتبهنا له فعلا حاجة. بعد راسي حابه تشكرين كلمتك الاخيره طبعا اشكركم واشكر كل القائمين على برنامجكم رايكم شباب وقناه الراي جزيل سمج. الشكر لكم انكم استقبلتوني وسمعتوا الافكار مالتي والله يعيننا بعد هاللقاء شو بيستوي <applause> وتحياتي طبعا لكم وتحياتي جدا لصديق الصدوق واخويا المخرج ماهر الخاجه وكل اللي يحبوني وكل اللي يعزوني خلف شاشاتكم من لكم اجمل تحيه في وايد اشاعات مع ماهر احنا ما مدانا الوقت إن أنا وصديقي بالعكس انا اعتز في ارفع راسي في ماهر الخاجه حبيبتي شرفتينا آه اليوم ونورتينا في استديو رايكم شباب وان شاء الله نشوفك في المستقبل اذا كان في عندك خطط قريبه الله يوفقك ان شاء الله في هذا المجال وصلنا معكم لختام حلقتنا لليوم ان شاء الله تكونون استمتعتوا في الفقرات ومع ضيوفنا اليوم نلقاكم على خير في موعد ثاني من برنامج رايكم شباب مع السلامه باي باي